بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم يا شباب، اهلا بيكم يا بنات. رمضان على الابواب، عايزين كل حاجه السنه دي نعملها صح في رمضان، عايزين نصوم صح ونعبد ربنا صح وصحتنا كمان تبقى صح. فقعدنا نفكر عايزين نعمل لكم فكره مبدعه جديده، عايزين نعمل حاجتين تخلينا ناكل اكل صحي جدا جدا جدا. طب بس احنا لو اكلنا اكل صحي ممكن ما نبقاش مبسوطين لان الاكل ما بيبقاش حلو قوي. طب لو جبنا احسن مطوره للاكلات الصحيه وبتعمل تطوير للاكلات، اسيا عثمان. تعالوا نقابل اسيا عثمان ونعرف هي هتعمل ايه على صفحتنا في رمضان. اسيا عثمان. دكتور عمرو نورني. ازيك يا اسيا؟ الحمد لله. انا مبسوط جدا انك حتكوني على صفحتنا في رمضان. اكتر بجد، صدقني انا كمان مبسوطه جدا. اشمعنى اخترتي المنتجات دي يا اسيا؟ عشان هو دجاج، او دجاج الوطنيه، هو دجاج صحي، والوطنيه بتتابع عمليه تربيه الفرخه من الاول لحد عمليه الذبح وتوزيع الفرخه، وتطلع منها منتجات صحيه خالصه، يعني ما فيهاش اي مواد تانية مضافه غير الفراخ البيور. مظبوط. انت عايزه تضمني اكل صحي جدا جدا. مظبوط. وفي نفس الوقت انت بتحلي الوصفات بتاعتك. ايوه. فيطلع الناس كلت صح وكمان اكل حلو، فنحقق الاشكاليه اللي الناس مش عارفه تجيبها. اسيا هقول لك حاجه حلوه، يعني حاجه روحيه ليك انت بصرف النظر عن الاكل. بيقول لك ان كل حاجه في الصيام مش معناها ان بطني صايمه، كل حته فيك صايمه. فعينك صايمه عن الحرام، ولسانك صايم عن الحرام، وودنك صايم عن الحرام. لن ترتقي الروح الا لما جسدك وبطنك يبقوا صح. علشان هتجرب انك مع وصفات اسيا ان شاء الله باذن الله ارتقائك لربنا في قيام الليل بعد الفطار وفي التراويح احلى. سفرة الوطنية السنة دي هتبقى على صفحة دجاج الوطنية، صفحة الوصفة دوت كوم، صفحة الدكتور عمرو خالد، وطبعا صفحتي اسيا عثمان. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم، ينعاد عليكم بالخير يا رب.